السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في سلسلة سوليد ووركس للمبتدئين. الحلقة الماضية عملنا بعض التصاميم وركزنا على اكسودد بيس واكسودد كت. هذه المرة هنعمل تصاميم تركز على نفس الخاصيتين، لكن تصاميم أصعب شوية أو أكثر تعقيدا. هذا التصميم الأول اللي عندنا، زي ما احنا شايفين كل المعلومات الموجودة المطلوبة: ماتيريال، وحدة القياس، جميع الأبعاد. لاحظوا مكان الأوريجين الموجود في منتصف القطعة. هنشوف كيف هنعملها وننتقل إلى برنامج سوليد ووركس لتنفيذ القطعة الأولى. وإحنا الآن في برنامج سوليد ووركس هنفتح ملف جديد Part. أوكي، هختار الفرونت بين، هعمل سكتش. هستخدم أحد أدوات السكتش اللي هي السنتر لاين. السنتر لاين هو جزء مخفي من السكتش يظهر على شكل خطوط متقطعة ويستخدم في تسهيل رسم السكتش، وحيكون بهذا الشكل. والآن هعمل الجزء الآخر باستخدام أداة في السكتش اسمها ميرور. كل علي أن أحدد الأجزاء اللي بعمل لها ميرور. وأحدد السنتر لاين. تبقى لنا في هذا السكتش إدخال الدايمنشنز. فعندي هنا 10, 40, 50, 20. و30. هذه الجهة 120. باقي عندي هذه الجهة، هنا 10 في أسفل الرسم، دايمنشن 20. هطبق التغييرات. طبعا احنا حددنا البلين، وصلنا السكتش، باقي الفيتشر، فاختار الفيتشر. والقيمة اللي عندنا هنا 50 ملليمتر. خلينا نشوف مكان الاوريجين. اختار فيو اوريجينز. طبعا مكانها زي ما احنا شايفين ما هو صحيح، احنا نبغاها تكون في المنتصف. الطريقة اني اغير في الفيتشر، edit feature، هنختار بدل blind mid plane. فلما اختار الميد plane اللي هيعمل البرنامج انه يعمل الاكسترود من كل جهة 25، زي ما احنا شايفين صار مكانها في النص بالضبط زي ما هو مطلوب في التصميم. باقي علي اعمل قطع اللي في هذه المنطقة، فاختار سوليد كات، اختار هذه الجهة، هرسم المستطيل. انا ابغى المستطيل يكون في النص بالضبط، فكيف اعملها؟ في طريقة سهلة جدا، وهي باستخدام center line. الطرف الأول من الخط حيكون عند الأوريجين، والطرف الثاني في المستطيل. زي ما تلاحظوا هنا النقطة الصفرة هي منتصف الخط بالضبط، فاختار هذه النقطة. بعد كذا ما علي انه اخلي هذا الخط عمودي، بالضغط عليه، حضغط عليه، هختار vertical. باقي عين الدايمنشنز، فطوله من هذه الجهة 20، طوله من هذه الجهة 30.
هختار في القطع هذه المرة through all. باقي علي ان احدد نوع الماتيريال اللي هي 6061 الومنيوم. هذه 6061 وصارت عندنا القطعة جاهزة. خلينا نشوف القطعة الثانية. القطعة الثانية يبدو انها اسهل من القطعة الاولى. عندي كل المعلومات المطلوبة. هذه المرة طالب مني ان اعملها بالنايلون. لاحظوا مكان الاوريجين. خلينا ننتقل الى سوليد ووركس. ملف جديد part. هختار الرايت بلين. هرسم سكتش. هطبق تقريبا نفس الخطوات اللي طبقتها في الشكل الاول. هرسم سنتر لاين. وحرسم نص الشكل واعمل له ميرور. اختار الاجزاء اللي اعمل لها ميرور. اختار سنتر لاين. حمل الجزء الثاني. باقي ان احدد الابعاد. ف هذا طوله 30 15 10 و20. باقي عندنا نختار الفيتشر. واحد تكون 90 ملليمتر. 90 اللي هي 110 ناقص 20 هتصير 90. هنعمل الآن الجزئية الثانية من التصميم. اكسترود بيس. اختار السطح. هرسم السكتش. طول هذه الجزئية 60 اللي هي 80 ناقص 20 تصير 60. هذه الجزئية 25. هذه الجزئية 30. والارتفاع عندي 30. باقي عندي الجزئية اللي في هذا المكان. هغير طريقة العرض. هختار الفيتشر. حدد السطح. هرسم السكتش. هذه جزئية موجودة عندنا 10. و10. هذه جزئية ما هي موجودة عندنا لكن نقدر نحسبها. فهي ب ناقص 40. 60 ناقص 40 تصير 20. وقيمتها 20 مليمتر. عملنا التصميم. فقط باقي ان نحدد الماتيريال اللي هنستخدمها. ففي هذا الشكل ماتيريال نايلون.
نايلون في العادة حيكون مع البلاستيكس نايلون 6/10. صار الشكل جاهز. خلينا نشوف التصميم الثالث اللي عندنا في هذا الفيديو. التصميم الثالث لا يبدو انه صعب، فعندنا كل المعلومات المطلوبة، قيمة A و B، اليونت والماتيريال، لكن في شيء هنا غير واضح في الرسم اللي هي هذه الزاوية. هذه الزاوية ما هي موضحة بالشكل المطلوب. الزاوية هي 20/90، يعني هنا 90 درجة و20 من بعدها، فحتصير لو نبغى نعمل الزاوية كاملة حتصير 110. خلينا نشوف كيف هنعملها في السوليد ووركس. نعمل ملف جديد، اختار الفيتشر، حدد البلين او السطح، هرسم السكتش. فهذه الـ A قيمتها 100، من هنا 100، ومن هذه الجهة 80. الآن هعمل قطع من هذا المكان، فيتشر كات، اختار السطح وارسم السكتش. طبعا عندنا هذه القيمة اللي هي 40، زي ما قلنا الزاوية هنا 20/90، ف نبغى نرسمها هنعملها بهاي الطريقة. هرسم سنتر لاين، فالزاوية هنا 90، هعمل الزاوية اللي بعدها 20، مسافة القطع هنا اللي هي 100 ناقص 30، فيصير عندنا 70. باقي الجزئية اللي هنا هعملها بنفس الطريقة، عشرين مليمتر، ومسافة القطع 10 مليمتر. وهذا التصميم صار عندنا جاهز. باقي ان نحدد الماتيريال. الماتيريال عندنا كوبر، وكذا نكون خلصنا التصميم الثالث والأخير في هذا الفيديو. في الفيديو القادم هنعمل تصاميم أكثر تعقيدا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتسجيل الإعجاب في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.